بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. ربنا أرنا ما يجعلنا دعاة سلام ووئام يا رحمن. وليعلم الكل أننا لسنا طلاب دنيا ولا طلاب ولا طلاب علوم في الأرض غير الحق. يقول ربي في سورة العنكبوت آية 39: وقارون وفرعون وهامان ولقد جاء موسى بالبينات. شفت السيد موسى عليه السلام ذكر كثيرا في القرآن، هو أول الأنبياء عليه السلام، أكثر عدد في ذكره عليه السلام. ولقد جاء موسى بالبينات، قليل أن تلقى موسى وهارون عليهما السلام، فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين. مش بيشوفوا ربي في السلطة عليهم، مش يفوتوا، نو اسكيب. وكل أخذنا بذنبه، كل عدد شنو يقترب من الظروف، وحسب نوع الظروف حسب نوع العقاب والإذلال. فمنهم من أرسلنا عليه حاصب، ومنهم حاصب عليه رياح عاتية تقلع، ومنهم أخذوا الصيحة، ومنهم من خسفنا به الأرض قارون، ومنهم من أغرقنا فرعون. وما كان الله ولا من أعداء سيدنا نوح عليه السلام، وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وبعد ناخذ سورة صاد آية 12: كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو الأوتاد. يعني يزلزل في ظهر الأمر، أنا ربكم العالم، عندي عادي ما يشهدوا لي أني أنا ربكم العالم. أنا راه في أمريكا ماشي لحد فيها، ومن استخفتهم من الكلاب أتباع الأذلة من شرق وغرب ماشيين إلى حد فيهم بفضل الرحمن.